بيقال ان صالح جمعه لاعب لازم يتعامل معامله خاصه، هل ان شايف الكلمه دي اثرت عليك بالسلب ولا بالايجاب؟ لا يعني أثرت بالسلب، صح؟ أثرت بالسلب على كل واحد بقى عنده فكره لا عن أنا صالح. بقيت أغلط، وبعدين أسمع كلام إن الناس تتكلم تقول لك لا ده لازم يتعامل معاملة خاصة. ما هو يعني ايه بقى معامله خاصه؟ معاملة خاصة إن حد يحتويه، إن حد يتكلم معاه، إن حد حتى لما صالح يغلط ما تبقاش في قسوة عليه، لا هاته واتكلم معاه واقعد وكل الكلام ده. كان بيتعامل يعني كان بيتعامل كابتن ربيع ياسين معايا في الحتة دي بشكل رهيب، يعني عرف يتعامل معايا خلال الفترة اللي انا كنت فيها منتخب الشباب دي بشكل مختلف عن كل المدربين. كان بيسميك ايه يا صالح؟ كان مسميني المعلم، المعلم على طول. كان مسميني المعلم. كابتن حسام البدري يعني كان برضه بيتعامل معايا بشكل كويس جدا، كان محتويني. كابتن سيد عبد الحفيظ على الرغم من الناس بتتكلم طول الوقت في ان هو بيخصم وكل الكلام ده، لكن هو قبل ما يخصم بكلمك بمنتهى الامانه كابتن سيد لا كان بيجيبني بيتكلم معايا ما عايز اعرف عن علاقتك مع الكابتن سيد بقى على المستوى الشخصي عامله ازاي؟ خد بالك هو طيب جدا والله، طيب طبعا انا جدا. اكيد طبعا. ده دي حاجه. تاني حاجه كابتن سيد يعني مع المشكله ما بياخدش اجراء معاك لما انت بيحصل مشكله، لا بياخدك ويتكلم معاك مره واثنين وثلاثه، بعد كده طبعا. بيطبق شغله اللي هو موجود فيه. تاني حاجه هو امين، يعني هو ما يحبش ياخدك وسط اللعيبه ويواجهك بمشكله او يخصم منك او كل الكلام ده، لا بياخدك في مكتب ويتكلم معاك وياخد اي اجراء معاك بينك وبينه، وفعلا القعده ما بتطلعش لتالت بره. فهو راجل امين جدا، يعني انا بكلمك في الجهاز اللي فات بتاع كابتن حسام من احسن الاجهزه اللي تعاملت معاها يعني في من ساعه ما بدات الكوره. يعني صالح، يمكن زي ما احنا بنقول بيقولوا، هل انت شايف ان كتر كلمة بيقولوا والاشاعات اللي بتطلع على صالح جمعة اثرت عليك؟ وهل انت شايف ان انت ممكن ازاي ترد على الاشاعات اللي بتتكلم دايما على صالح جمعة طول الوقت؟ انا شايف ان اللاعب كرة القدم دايما رده لازم يبقى موجود في الملعب، تمام، يعني ردك يبقى في الملعب من خلال ادائك في الملعب، من خلال ان انت بتساعد الفريق قد ايه. حتى الناس اللي بتفهم وبتتفرج على الكوره هيقول لك، هيبص هيشوف صالح وهو في الملعب يقول لك لا صالح مركز، صالح خاسس، صالح فورمه، صالح واقف على رجله كويس، صالح فورمه. دي قبلها لا بيبقى في حاجات، طبعا بيبقى في تمرين كويس، طبعا في التزام، في اكل كويس، في نوم كويس، في حاجات بيترتب عليها ان انت واقف على رجلك بشكل كويس في الملعب. دي الناس اللي بتفهم كوره، اللي لما يتفرج على ماتش يقول لك لا، حتى مش هيقول لك ده هو مثلا بيخرج ولا بيعمل ولا بيسوي كل الكلام ده، لا هو يشوفك في الملعب فت 100% هيبقى متاكد ان انت بتمرن كويس، يعني عايش حياه لعيب كوره. فدي انا حاجه فاهمها كويس جدا. تاني حاجه انت اتكلمت الشائعات وكل الكلام ده، اي حد بالذات لما بتبقى في النادي الاهلي بطريقه ايجابيه بطريقه سلبيه هتتعرض لكل المواقف دي، بس هل انت تعرف تطلع من المواقف دي بصوره ايجابيه؟ هل انت تعرف ان انت كل حاجه اتكتبت عنك او كل مشكله اتحطيت فيها هل هي هتبقى دافع ليك خلال الفتره اللي انت بتخش فيها بعد كده بطريقه ايجابيه، ولا هل الحاجات دي هتهدك؟ فانا الفتره اللي فاتت كنت يعني قبل ما اوعد اي حد، جمهور النادي الاهلي، اشخاص معينين، انا بوعد نفسي ان انا كنت مقصر في حق نفسي، فانا اولى الناس ان انا اقف واتكلم مع نفسي واقعد مع نفسي واوعد نفسي، ده رقم واحد، ان انا لازم ابقى في حته تانيه، لازم ابقى في حته تانيه بالامكانيات اللي عندي، بالدعم اللي انا بشوفه من الناس في الشارع، من جمهور النادي الاهلي، كل الكلام ده سهل جدا، سهل جدا ان الواحد يبقى في حته تانيه.